اهلا بيكم. النهارده بعون الله جيت ابص على البط، لقيت البط عنده ايه اسهال شويه، يعني مش لين قوي بس شويه. فانا يعني بحكم خبرتي كده بستخدم حاجتين اتنين. اول حاجه الانتينال اهي، ده افضل شيء. تاني حاجه اسمها كوكس كيور اهي، باينه كوكس كيور. انا بشتري ده كوكس كيور ب 12 جنيه دايما، لا لازم يبقى عندك ده على طول. بشتري الانتينال الشريطين الاثنين ب 21. المره دي هحط له انتينال، وان شاء الله بكره احط له ايه كوكس كيور. وما اجي احط الفيتامينات والاملاح هصورها لك برضه. الشريط اهوت انا حاطط مش كل الميه في الميه لحد هنا اهي. هنقلب الانتينال وهوريك انا بقلبه ازاي، وبعد كده نحط الايه هزود الميه. بفتح ال اهو، بفضيها. يا رب تكون كل حاجه واضحه اهو. انا كنت الاول بروح اجيب دواء من الصيدليه البيطريه يديني حاجات ب 20 جنيه ب 25، ما بجيبش نتيجه. الانتينال سريع المفعول وبيجيب نتيجه على طول، وبعدين وراه كوكس كيور. وجرب انا بحط على الاربعة لتر خمس من دول. اهم حاجة تقلب كويس. ما تستناش على الاسهال لما يزيد والاوزان تقل، حرام عليك تعبك ومجهودك، الحق على طول. طبعا اللي حصل لهم ده حصل لهم عشان لما ذبحنا الفراخ نقلنا البط مكان الفراخ وسابوا الشباك عليهم مفتوح بالليل. ما تزهقش من التقليب، المهم ان هو ما يبقاش في حاجه مكلكعه. لاحظ معايا بقى، ما نروح نحطه نزود الميه ونحطه هناك. بعد ما قلبت زودت الميه اهيت، وايه وهحطه بقى. خليكم معايا، تقوم الصبح ان شاء الله تلاقي ايه ما بقاش فيه اسهال وجمدت، وتديله برضو ايه كوكسو كيو.
لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واعمل لنا لايك، لأن اللايك هو اللي بيحرك الفيديو على اليوتيوب. وشكرا لكم وإلى اللقاء.